لقد حضر السيد عدنان مطران فيلادلفيا الأعظم. السلام عليك سيد تيودوس. أهلا وعليك السلام، أهلا بالمطران، زينت قصرنا بقدومك، تفضل. تفضل. حسنا، أخبرني الآن، ما هي أوضاع الكنيسة سيادة المطران؟ سمعت أن وعكة صحية ألمت بالبابا. وعكته بسيطة وسيشفى، لقد جئت في أمر أكثر أهمية. أمر أكثر أهمية؟ يبدو أن اهتمام الحاكم بأمور الدين قد تضاءل، ويبدو أن تنظيم شؤون الجيوش قد سلبك كل فرصة لكي تفكر قليلا وتهتم بدين الناس وشؤونهم. تعني أن علي أن أتحمل أيضا مسؤولية القساوسة والرهبان؟ عفوا أيها الحاكم، لقد أقدم المشركون على تشكيل أوكار سرية ويعملون على إضعاف إيمان الناس. ماذا يفعلون مثلا؟ إنهم يثيرون التشكيك، يدخلون الكنائس كمسيحيين ويطرحون أسئلة غريبة ويثيرون الشبهات بكل خبث، وها هم يزرعون الشك في نفوس عباد الله. يا سيادة المطران ويا مندوب البابا المحترم، ماذا يمكنني أن أفعل؟ الرد على هذه الشبهات يجب أن يأتي على لسان المطران. لقد كلفت بإطلاعك على الأمر أيها الحاكم، سيادة البابا أكد على ضرورة اتخاذ الإجراء المناسب حيال هذا الأمر الطارئ. يا لها من أوامر. ينقل أن أولئك قد فروا عبر هذا الدهليز، حاذر، انتبه لرأسك. المكان نظيف جدا سيد أريوس. إنني أحافظ دائما على نظافة المكان، ربما لا تصدقني، لكنني أحيانا آتي وأتمشى هنا، ينتابني شعور غريب في هذا المكان. عجبا، إذا فقد فروا عبر هذا الدهليز. ماذا كانوا يستفيدون من هذه الدهاليز في ذاك الزمان؟ حسب الظاهر كانت مكانا آمنا عند الضرورة أو الإحساس بالخطر. هل هذه المكتبة موجودة من ذاك الوقت؟ أجل، غالبية هذه الكتب تعود إلى ذلك الزمن، فكما ينقل كان السيد ماكسيميليان من أهل المطالعة. شيء جميل، أنت تعرف الكثير عن السيد ماكسيميليان وقصصه سيد أريوس. اجلس. كان عنده غلام تابع يدعى جالوس، ولشدة ما كان جالوس متعلقا بسيده راح يحكي للأجيال التالية أدق التفاصيل التي يعرفها عن ماكسيميليان. والأجيال السابقة للأجيال القادمة. سيدي أريوس، لقد جاءت السيدة ليزا. السلام على السيد أريوس. سلام من الله عليك سيدة ليزا،
أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. مرحبا، مرحبا أيها الأبسيلوس. أهلا يا بنيتي العزيزتين. أهلا بكنا. السيدة ليزا من أقاربنا المقربين. نعم، إني أراها دائما في الكنيسة مع ابنتيها. في الواقع أنا أظن أنهما لم تعودا فتاتين مؤمنتين. إني أظن أن السيدة ليزا مخطئة جدا. ترى ماذا حصل سيدتي؟ أتعلمان؟ أنا لم أكن في حياتي مضطربة أو أعاني كما أنا اليوم. يا مريم المقدسة، ساعديني أرجوك. ماذا جرى ليزا؟ فأنت جد مضطربة. لقد سعيت في تربية لبناتي منذ الصغر، صدقني، لأن أجعل منهن مؤمنات، ولم أسمح لهن بالاختلاط بأحد. ولكن مؤخرا، كيف أقول، مؤخرا بتنا يتفوهن بكلام أقرب إلى الكفر، أو ربما هكذا يخيل إلي. ولهذا أنا هنا، عسى أن تساعداني أرجوكما. ما الذي حصل؟ تعالى واجلسا هنا. حسنا، تحدثا لأقف على ما حصل. أنا لم أقل شيئا يا أبتاه، فقط طرحت على أمي سؤالا كانت طرحته علي صديقتي من قبل، مما أثار غضبها علي. قالت أختي لصديقة كانت تلهو معنا وكانت تؤذي وتغيظ الآخرين: إن الله سيرميك في جهنم بسبب سوء فعالك، وستلاقي عذابا شديدا. فتساءلت تلك الفتاة وقالت: أي جهنم وأي جنة، كلها أباطيل. فجئنا وطرحنا على أمنا هذا السؤال. هما تسألانني ما الذي يؤكد وجود حياة أخرى غير هذه الحياة، أو كيف سنعرف مثلا أننا سنحيا ثانية بعد موتنا، وهل ثمة من رأى حتى الآن ميتا تدب فيه الحياة؟ أترى كيف بلغت هذه الشبهات وهذا التشكيك عالم الأطفال والصغار؟ أجل يا ابنتي، سيدنا المسيح أحيا عددا من الأموات أمام الملأ. ربما يصعب عليكما تصديق ذلك، وكنت أتمنى أن آتيكما ببراهين أخرى، ولكن لا أدري هل ستستوعبان. نعم يا عزيزتي، لو لم يكن هناك جنة ونار وثواب وعقاب لكانت الحياة تافهة وغير مثمرة. فالله الحكيم لم يخلق كل هذه الدقة والعظمة ليتفرج عليها بضع أيام ثم يبيدها لكي يرى البعض من الناس دمارهم بأم العين، والعياذ بالله، فهذا العمل غير المجدي، لا يصدر حتى عن الجاهلين. أنا أريد أن أقول لك إن الله الذي جاء بالإنسان من العدم إلى الوجود ليس صعبا عليه إحياء الإنسان ثانية وخلق حياة أخرى إن شاء ذلك. أنا لا أدري إن كنت ما قد أدركت ما قلته أم لا. أشعر أن مثل هذه الإجابات لا يمكن أن تمحو كل التساؤلات والشبهات من أذهان الناس. شاهد عيني فقط أو معجزة ما يمكنهما الرد على كل تلك التساؤلات. مجموعة من الحمقى عن جهل أو دراية بدأوا يثيرون الشبهات في أذهان الناس ويحرجون موقف الكنيسة والمسيحية، وأنا واثق أن لتيودوس ومستشاره المشرك أنهما ضالعان في كل الذي يحصل. ماذا سيقول لنا البابا غدا؟ سيادة المطران، أليس من الأفضل بدل التخوف من سؤال البابا أن تخاف سؤال الله يوم القيامة؟ فتيودوس رجل مؤمن، ولكن ماذا باستطاعته أن يفعل؟ ربما أعمال أشخاص من أمثالي هي التي تزعزع إيمان الناس.
فلنفرض أن تيودوس كان مؤمنا، إذن ماذا يفعل هيراكيوس المشرك في بلاطه؟ هيراكيوس مبعوث من قبل الروم، وهو قائد للجيش وليس مختارا من قبل تيودوس. يا للعجب، لا ندري لماذا يدافع الأب فيلوس عن تيودوس إلى هذه الدرجة. ربما كان ماذا؟ بدل أن تعززوا أنيابكم في رقاب الآخرين، فكروا قليلا بأنفسكم. كم موعظة ألقيتها حتى الآن ولم تعمل بخلافها؟ وأنت كم مرة أجبت على أسئلة الناس حتى الآن بكل لطف ولين؟ وأنت كم سؤالا عرفت أن تجيب عليه حتى الآن بما يقنع السائل؟ وأنت وأنا نفسي، ألا تواجهون مشكلة في مسألة المعاد؟ وأي سؤال حول هذه المسألة ألا يعني لكم شيئا؟ تعالوا نستمد العون من الله في هذه الأمور. هذا يكفي فيلوس، هذا غير معقول. عندما يوجه قسيس لكنيستنا كل هذه الإهانات، ماذا يمكننا أن نتوقع من الآخرين؟ 70% من الكنائس تعاني من التبليغات المليئة بالشبهات الواضحة للعيان، وغالبية المؤمنين بدأت تساورهم الشكوك حيال مسألة المعابد والمباني الأخرى لدين المسيحي. ليس واضحا لنا بعد نوايا أولئك الذين يثيرون مثل هذه المسائل التي لم نفهمها أبدا. واضح تماما أننا نتغافل، فالحرب بين أنصار الله وأنصار الشيطان كانت قائمة على الدوام وستبقى. مولاي تيودوس، من هم أنصار الشيطان؟ غالبيتهم يلبسون لبوس المسيحية ويثيرون الشبهات التي قلما نفهمها. وهذا أسوأ ما في الأمر، إن ساور المؤمنين شك في مسألة المعاد، ماذا سيبقى من الدين؟ عندما يرخي الشك بستاره فإنه سيغطي الجميع دون استثناء يا مولاي، لا سيما الشك الذي يتطابق ورغبتنا. ولأجل الإيمان بالمعاد بداية، يجب غض الطرف عن الكثير من ملذات الحياة، وهذا لا يتناسب ورغبة الإنسان. المطران مبعوث البابا مارس ضغطا علينا من أجل أن نتحرك، لكنه يجهل أن معابد الأصنام يمكن هدمها بقوة، لكن تسخير القلوب لا يتم بالقوة. الإيمان بالمعاد لا يمكن فرضه إطلاقا. في الحقيقة أنا أعجب بهذه الأمور التي يشغل نفسه فيها السيد تيودوس. الإمبراطور تيودوسيوس الثاني في قسطنطينوبول وهو قلق جدا إزاء هجوم جيش أتيلا، وأنت هنا تتحدث عن إيمان الناس. إن نجح أتيلا في هجومه لن تعود هناك بلاد أبدا لكي تفكر في ناسها وفي إيمانهم. اسمع سيد هيراكيوس، حين نريد التحدث عن إعداد الجيش وتجهيزه وخوض الحرب سنطلب رأيك بالتأكيد. انصرف الآن. مولاي احذر من هذا الرجل، فالإنسان غير المؤمن يمكن أن يقوم بأي خيانة أو مؤامرة. إنه يغيظني في بعض الأحيان. على كل، هو رجل حرب، أليس كذلك يا برنباس؟ أجل يا مولاي، ليس مهما، أردت فقط أن تكون أكثر حذرا من هذا الرجل. يا للسخرية، بدل أن يفكر تيودوس بالعرش هو يفكر بالملكوت. لقد كنت منذ البداية أشك في أهلياته لتسلم الحكم في بلاد الشام، فتيودوس كان يجب أن يصبح قسيسا لا حاكما. إن أعماله تهدد وجودنا، وإن لم يفكر تيودوس فنحن سنفعل. ما الذي تقصده؟ لا أقصد شيئا، إن لم يكن تيودوس مؤهلا لكي يصرف الأعمال نحن سنصرفها. كيف عرفت أن تيودوس ليس مؤهلا؟ فالإمبراطور يعتمد نفس المنطق، هل يعني ذلك أنه هو الآخر ليس مؤهلا؟ الإمبراطور لا يؤمن ويتكلم، أما تيودوس فهو مؤمن حقا. أنا أظن أن لا جدوى من هذا الكلام، ومع ذلك
لا يمكن لأحد أن يثبت عدم كفاءة تيودوس. أليس كذلك؟ ما فائدة النقاش؟ أنا عنيت فقط أن علينا أن نفكر بما لا يفكر به تيودوس. واضح؟ لنذهب. هيا. استيقظوا سيد تلميخة. يا ناسيوس، يا منيس، قدمي تؤلمان جدا. ولكن لكم من الوقت قد نمنا.
ولماذا نشعر بالإرهاق والألم كلما تحركنا؟ أشعر بألم. انظر إلى الخارج أنطونيوس، تعال. انظر إلى الخارج. لماذا قدماي لا تساعدانني على المشي؟ كم تغير هذا المكان، انظروا إلى الصخور. أمر عجيب. ترى ما الذي حصل؟ ما هذا؟ ولكن من أين أتت كل هذه الأحجار؟ عندما أتينا صباحا لم تكن هنا. هل يمكن أننا لم ننتبه لما حصل البارحة؟ هيا لندخل، هيا بنا. غريب جدا، ثمة تغييرات خارج الكهف. يبدو أن مدخل الكهف قد صد بالطين والحجارة. ماذا؟ ألم تنم جنيسيو؟ أما زلت منزعجا منذ الصباح عندما رميتك بحجر؟ بتصوركم كم مضى على رقادنا هنا؟ لقد انصرم الظهر، لكنني لا أظن أننا رقدنا أكثر من نصف نهار. أما أنا فأظن أننا نمنا أكثر من هذا، ربما نمنا يوما بكامله ونحن لم نشعر بذلك. لا، نوم 3 أو 4 ساعات لا يجعلنا نشعر بالجوع هكذا. ألا تشعرون بالجوع؟ بلى، منذ مدة طويلة لم أشعر بالجوع كشعوري الآن. هل تشعر بالنعاس جينيسيا؟ مولاي، عندما أتينا لم تكن تلك الحجارة موجودة ولا الأعشاب. أجل صحيح، لم أرها من قبل. الواقع هو أنني أشعر أننا بقينا نائمين هنا منذ مدة. كل شيء قد تغير. منذ مدة؟ ماذا تقصد؟ الله أعلم كم مضى علينا هنا. من أين جاء كل هذا التراب على أجسامنا وشعرنا؟ أمر غريب، جئت مرارا إذا هنا قبل الآن، لم تكن كل تلك الحجارة موجودة. المهم هو كيف نقاوم الجوع هذا؟ ليتنا كنا جلبنا معنا مزيدا من الطعام. خروجنا الآن فيه مخاطرة. أنا سأذهب إلى الرقيم لإحضار بعض الطعام. حسنا، اذهب، ولكن من الممكن أن يكون الجنود قد سبقوك إليها، احترس. أنطونيوس، خذ، لا يشكن أحد لماذا ولمن تأخذ كل هذا الطعام. لا تقلقوا أبدا، سأعود سريعا. إلى اللقاء أيها الإخوة. كن حذرا. هيا جينيسيو، اتبعني. تعال. هيا جينيسيو. لا أدري لماذا أنا مضطرب، أخشى أن يتعرض أنطونيوس لمكروه. اضطرابك في محله،
فأنا أرى كل شيء وقد تغير. إنني أرجو ألا يتعرض أنطونيوس لأي خطر. أصدقائي، علينا انتظار عودة أنطونيوس إلينا. هيا جينيسيو. ماذا؟ ما هذا؟ ماذا يمكن أن يكون قد حصل؟ قرية الرقيم. ماذا؟ أيمكن أن تدمر القرية بليلة واحدة؟ يا للعشم. أمر غريب جينيسيو. ترى أيها السادة، قرية الرقيم مدمرة بالكامل ومهجورة، ولا أحد فيها أبدا. هل تعي ما تقوله؟ لقد رأيت ذلك بنفسي يا سادة. ماذا؟ لنذهب ونرى. لنرى. هيا بنا. هناك، أترون؟ معك حق، تبدو قرية مهجورة. أجل، كما يبدو أنها مقذرة تماما. إنها مدمرة بالكامل. لقد رأيتها عن كثب، ليس فيها بشر، وكأنها مدينة أشباح. قد هدت جميع جدرانها وبيوتها ولا حياة فيها. ماذا يمكن أن يكون قد حصل؟ من الذي جعل عليها أسفلها؟ أمن الممكن أن يكون المسؤول عما حصل للقرية دياكليتيانوس؟ ولما فعلوا ذلك؟ ربما دخلوها للتفتيش عنا، وعندما لم يجدوا أثرا لنا عرضوا أهاليها للتعذيب والتشريد ودمروا بيوتهم كما ترون. لو رأنا أحد وأخبر الجنود لما كانوا قد أقدموا على هدم البيوت. ربما تكون أمور أخرى قد حصلت، ولكن ما هي؟ الله أعلم. إن الأمور تتعقد، ليس كل شيء كما كان. كل شيء من حولنا تغير إلا الجوع. لنحل هذه المشكلة أولا. حسنا، من يحمل نقودا؟ أحمل مسكوكة يا مولاي. اكتشفنا أن أنطونيوس هو أكثرنا ثراء بمسكوكته. حسنا، من أين سنحصل على الطعام؟ فيلادلفيا مدينة مزدحمة، يمكن لأي منا أن يضيع وسط الزحام ويبتاع لنا الطعام. لكن ذلك محفوف بالخطر. لا يوجد حل آخر، وإلا سنموت من الجوع الواحدة والآخر. ولكن من سيدخل المدينة سيعتقل على الفور. أنسيت ذلك ماكسيميليان. أنا سأذهب،
فلا أحد يعرفني. أتعرف من أين تشتري طعاما نظيفا وطاهرا؟ فذلك مهم جدا. لا يمكننا شراء الطعام من المشركين وعبادة الأصنام. لا أدري من أين علي أن أحصل على مبتغاكم. لا بأس، أذهب أنا بنفسي. سيد ماكسيميليان، مسؤوليتك إدارة المجموعة، وعليك في حال الخطر أن ترشدنا. إنه محق، أرجوك اسمح لي أن أذهب أنا. أنت لا، لا خيار رغم المخاطر. رغم كل المخاطر سأذهب. عليك بالحذر كي لا يتعرف عليك أحد. حسنا. سنكون قلقين عليك سيد ماكسيميليان، ارجع بسرعة. سأحاول أن أعود قبل هبوط الظلام، وإلا سأضطر لأن أبيت في المدينة، وإن لم أعد أكون قد اعتقلت دون شك، ولكن ثقوا أنهم لن يتمكنوا من انتزاع كلمة مني، وأنتم بإمكانكم أن ترتاحوا هنا. إلى في رعاية الله. فليحفظك الله ويرعاك. حماك الله مولاي. ليتك كنت سمحت لأحد منا أن يذهب بدلا منك. سيدي ماكسيميليان، حفظك الله، انتبه لنفسك. لمن هذا القبر؟ لم أرى من قبل، ربما أخطأت في الطريق. لا، إنه نفس الطريق الذي سلكناه في الوصول إلى الكهف، ولكن لم تكن هذه الشجرة هنا. إلهي توكلت عليك. القرية تبدو مهجورة منذ بضع مئات من السنين، وليس من ليلة واحدة. الغابة لم يكن لها وجود، وهذه الأشجار متى نمت؟ إلا أنه نفس الطريق. يرتديان زيا غريبا.
تحرك تحرك أيها الحصان أرجوك انطلق سأساعدك هيا هيا انطلق هيا أترغب بالمساعدة؟ أتمنى جزاك الله خيرا لا أدري لماذا لم أنتبه إلى هذه الحفرة الكبيرة تقول الله؟ وهل أنت مسيحي؟ وهل في ذلك مشكلة؟ لا أبدا على العكس سأساعدك أمسك باللجام تحرك أيها الحصان تحرك قليلا قليلا بعد هيا هيا أشكر مساعدتك أيها الشاب لا حاجة للشكر كان من واجب مساعدة أخي في الدين إلى اللقاء بأمان الله ليست هذه بوابة فيلادلفيا إذا لما كل هذا التغيير علي أن أحذر إن رآني الجنود سيقتلونني هذه شجرة هذه الممرات المجاورة للبوابة وتلك الأقواس التي تزينها ما معنى كل هذا التغيير وإلى ما يرمز كل هذا لم يكن موجودا أيها السيد معذرة ما اسم هذه المدينة؟ يبدو على هيئتك أنك غريب هذه مدينة فيلادلفيا فيلادلفيا؟ لم تكن المدينة بهذا الحجم معبد زيوس بوابة المدينة إلهي ما الذي يحصل؟ ربما أعطاه ماله وياه له ثواب أنا أعرفه له ثواب يغفر ما عليك أعطاه لا أدري ذلك صدقني لقد أعطيته المال أعطيته مالي لا تتخاصما اهدأ اهدأ علام الجدال أعطيته المال لكنه ينكر إنه يكذب لم يعطني مالا أنت لم تعطني شيئا نقودي محسوبه وقد دفعت له انت متاكد اجل انا متاكد انه يكذب اقسم ببولس المقدس انني انه يكذب لم يدفع فانا اعرف كم كان معي من مال لم يدفع صدقني ربما وضعتها في مكان ما ونسيت لم يدفع صدقني لما هذا الافتراء لا تنهي ما بعدك لكنه لم يدفع
اقسم بمريم العذراء. انت كاذب، لم تدفع شيئا. اقسم ببولس المقدس لم يدفع. اقسم بعيسى لم يدفع شيئا. اقسم بعيسى لم يدفع. يا عيسى ابن مريم، ما الذي يسمع؟ انهما يذكرانك دون مهابة احد. ايكونون جميعا مسيحيين ويتجرؤون على ذكر المسيح لانه لا يوجد جنود في الاطراف؟ إلهي أنت ملجئي. ولكن ماذا تقول؟ بكرامة مريم المقدسة أؤكد لك هذا ما حصل، صدقني.